اليوم كان اجتماع للجنة النقل النيابية برئاسة السيد محسن المندلاوي رئيس المجلس، كان هو حاضر بالاجتماع وكانت السيدة رئيسة اللجنة حاضرة وبحضور السيد وزير النقل المحترم. وتفاصيل هذا الاجتماع خلينا نشاهد هاي اللقطات، بعدها راجعين وياكم، ابقوا يعني. هذا كان اجتماع للسيد رئيس مجلس النواب برئاسته للجنة النقل النيابية، والتفاصيل اللي تكلموا بها حول يعني مترو بغداد والتفاصيل اللي تخص عمل وزارة النقل، وأيضا موضوع إجراءات الرقابة البرلمانية ل يعني تفاصيل عمل كل الوزارات والتنقل بسهولة وتبسيط الإجراءات أمام السادة النواب وكل الأمور اللي احنا نتكلم بها.